مرحبا، تحياتي لكم. حناقش موضوع فيتامين دال. شو هي منظومته الكاملة مع الفيتامينات الأخرى والهرمونات الأخرى اللي بتنظم عمله؟ لإيش هو مفيد؟ شو من خلال نقص وشو ممكن نتوقع مضاعفات أو أعراض؟ وكمان كيف ممكن نكفي حاجتنا منه بشكل كامل يوميا؟ اول شيء، فيتامين دال هو مخير يعني بين الفيتامينات، لانه باخذ مواصفات الفيتامين اللي هي مواد بتساعد الانزيمات على العمل وعلى انه تعمل كل العمليات الحيوية. الفيتامينات لازم ناخذها خارجيا. في عندنا فيتامينات دائبة في المياه، في عندنا فيتامينات دائبة في الدهون. فيتامين دال من الفيتامينات الدائبة في الدهون، مع فيتامين كي، فيتامين اي، وفيتامين الف. فيتامين دال يصنع داخليا والجسم اللي بصنع، وعشان هيك هو الفيتامين الوحيد اللي يصنع من الجسم ومش مضطرين ناخده من برا. يصنع فقط بمساعدة أشعة الشمس البيضاء الألترا فايلت بي. فيتامين دال يخزن في الكبد لفترة 6 شهور لسنتين حسب كديش في عنا فائض من الفيتامين. فيتامين دال إذا نقص عنا في جسمنا، في هاي الحالة بيحصل عنا مضاعفات كبيرة. قبل ما نحكي المضاعفات، نحكي انه ليش بتعامل كهرمون. اول شيء، لانه مستقبلات فيتامين دال موجودة في كل خلايا الجسم تقريبا. خلايا البنكرياس فيها مستقبلات لفيتامين دال. الخلايا اللي موجودة في الرئتين واللي بتشكل الحويصلات الهوائية الدقيقة الاليفولا مليئة في مستقبلات فيتامين دال، لأنه يفعل كمان في الرئتين. الكبد مكان تصنيع فيتامين دال في الخطوة الثانية لإله، كمان في مستقبلات لفيتامين دال. الكلى والكلية اللي هي العضو الرئيسي في عملية تحويل فيتامين دال للفيتامين الفعال اللي هو D3، كمان مليئة في المستقبلات. الكولون والأمعاء، منطقة تفعيل واستقبال فيتامين دال وامتصاص المغنيسيوم والكالسيوم، كمان فيها تركيز عالي من المستقبلات. الدماغ، الخلايا العصبية، حركة الخلايا العصبية، التوصيلات، كله موجود في مستقبلات لفيتامين دال. الغدد الصماء، سواء الغدة النخامية أو الغدة الصنوبرية أو الغدة القضرية لإفراز الكورتيزول، كله اللي متحكم فيهم وفي عملهم فيتامين دال، لأنه الشمس جزء رئيسي في التحكم في إنتاج فيتامين دال. والشمس وأشعة الشمس هي اللي مسيطرة على النظام والساعة البيولوجية لجسمنا ولعمل الخلايا وعمل الأعضاء. في هاي الحالة فيتامين دال بيكون هو اللي بيسيطر على الهرمونات، وهو اللي بيشارك في صناعة كل الهرمونات، ومنها الكورتيزول، ومنها التستوستيرون، وهرمون الرجولة، وهرمون السيروتونين، وهرمون الكورتيزول، كله بيتصنع عن طريق فيتامين دال. ولازم فيتامين دال يكون له دور في الموضوع. يعني ما دام في عندنا مستقبلات في كل هاي الاعضاء الحساسه، في حال نقص كميه فيتامين د اللي موجوده في الدم الواصل لهاي المستقبلات، حتصير عندنا الاعراض. اولها اعراض الاكتئاب، الوهن، عدم القدره على النوم الكافي، الاكتئاب الشتوي اللي بيحصل في فتره الشتويه، سببه كلة وجود الشمس، كلة وجود فيتامين دال. من ناحية عصبية كمان، التنميل، الخضرام، ضعف الأعصاب، هذا دليل على نقص فيتامين دال. العظام،
اللي هي مستقبلات فيتامين د قوية فيها، واللي هي فيتامين د مسؤول عن إدخال الكالسيوم والمغنيسيوم وتثبيته مع الفوسفور في داخل هالعظام هذه. ونقص فيتامين د هيؤدي للهشاشة، يعني هيؤدي لضعف تكوين وصلابة العظام، غير انه حيؤدي للهشاشة حيؤدي لتشوهات في العظام زي التشوهات او التقوصات اللي بتصير عند الاطفال الركت. هاي طبعا مثبت انه فيتامين د ناقص عند هدول الاشخاص. الالزهايمر والامراض العصبية كمان اثبت انه فيتامين د بيكون ناقص عندهم. الجهاز التنفسي والالتهابات في الشعب الهوائية، الرشح، البلغم، ضيق النفس، اي مشاكل تنفسية صار في عنا نقص فيتامين د بصير في عنا قلة نفس، صعوبة في التنفس. فيتامين د يصنع عن طريق انه اشعة الشمس توصل لطبقة الجلد، مش اي اشعة. اشعة الشمس مقسمة لموجات ومختلفة. احنا الموجات اللي بتنتج فيتامين د من اشعة الشمس اللي هي الالترا فايلت بي، هذه بتكون اشعة طويلة واشعة مركزة، يعني اذا زادت عن حدها بتسبب الحروق وبتسبب تغير البروتينات الموجودة في الجلد، وامتصاصها بيكون لمنطقة بسيطة فقط لبعض المليمترات، يعني لنص سنتي أقصى حد امتصاص الألترا فايلت بي من الجلد. فالأشعة هذه لازم تسقط، لازم تكون موجودة بنسبة عالية في أشعة الشمس، في الضوء اللي بنشوفه في أشعة الشمس في الفترة الصباحية للفترة المسائية. أكثر فترة بيكون في تركيز الألترا فايلت بي فيه بتكون من الساعة 10 للساعة 1 للساعة 2 في الظهيرة. في هاي الحالة أشعة الشمس بتكون عمودية وبتكون قريبة وبتعطينا أكثر شيء هذه الأشعة اللي حتنزل بشكل عمودي على طبقة الجلد وين ما نكون مكشفين الوجه، الرقبة من الأمام، الرقبة من الخلف، الإيدين، العينين اللي هي عنصر رئيسي في استقبال الأشعة فوق بنفسجية. فبتنزل أشعة الشمس على الجلد، الجلد إذا نزلت عليه بشكل عمودي في هاي الحالة إمكانية الامتصاص الأشعة بتكون أكثر شيء، مش إنه إذا نزلت على الجلد بشكل مش عمودي زاوية في الحالة بترتد هذه الأشعة بنسبة كبيرة. فإذا بدنا الأشعة تدخل وامتصاص أكثر إذا بدها تكون عمودية. عمودي يعني بيكون الظل تاعي أقصر من الطول، يعني في هذه الأوقات هي المستحسن نتشمس فيها وناخذ أشعة الشمس. هلا العنصر الثاني، الجلد لازم يكون طبعا خالي من اي كريمات او اي زيوت او اي مرطبات او اي مياه، اي شيء موجود على طبقة الجلد سواء قماش كمان او اواعي بمنع اختراق او حصولنا على فيتامين د من هذه الاشعة. فلازم تكون الجلد بدون اي شيء، بدون ملابس، والاشعة هذه اذا اخترقت اي زجاج بغض النظر زجاج معتم او مش معتم ما بتخترق الزجاج، يعني بتضلها منصدة وبتخرج لبرا لانها طويلة الموجات فما بتقدر تخترق الزجاج. عشان هيك لما نطلع الصبح في السيارة اذا بدنا نحصل على فيتامين د اول شيء ممنوع نحط النظارات، اتركوا النظارات في الفترة الصباحية اللي ناخذ أشعة شمس والترا فايلت بي عن طريق العينين. وكمان افتحوا باب السيارة لأنه إذا باب السيارة مسكر في هاي الحالة مش حيدخلكم الأشعة الفوق بنفسجية، حتدخل الأشعة تحت الحمراء اللي حتسبب ارتفاع في الحرارة داخل السيارة، بس مش حتستفيدوا من أشعة الشمس. إذا بدنا نستفيد من هالسواكة في الفترة الصباحية إذا بنفتح الشباك
وبنشيل النظارة وبنحاول نخلي ولو وجهنا وعينينا والشبكية معرضة لهذه الأشعة. إذا صار في عنا نقص في هاي الحالة، بصير في عنا آلام هشاشة العظام، الكسور، مشاكل المفاصل، الضعف اللي بيصير في داخل في الأربطة المحيطة في المفاصل. طيب إذا قل فيتامين د على العضلات والجهاز الحركي، شو ممكن يصير؟ أكيد حيصير في عندي تشنجات، لأنه الكالسيوم في هالحالة بيزيد، المغنيسيوم عندي بكل، وبدون وجود فيتامين د في هالحالة حشعر في الوهن، في الشطاقة، حشعر في التعب في العضلات، حشعر في الآلام، وحشعر إنه ما في عندي طاقة وفي عندي تشنجات أكثر من المعتاد في عضلات جسمي كلها، خصوصا لما أصحى الصبح، لما أجي بدي أنام في الليل، بشعر إن التعب كثير في إجري رغم إني ممكن ما عملت أي جهد يذكر. فيتامين د موجود طبعا مصادره الطبيعية اللي هي غير أشعة الشمس، المصادر الغذائية اللي موجود في الأسماك، كل الأسماك موجود فيها نسبة من فيتامين د، إضافة لمدعمات عمل فيتامين د. يعني لما نحكي المدعمات، يعني نحكي عن الأوميجا 3، بنحكي عن المغنيسيوم، بنحكي عن الكالسيوم اللي هو حيزيد امتصاص فيتامين د وحيفعله بشكل افضل. هذه كلها وفيتامينات كي 1 وكي 2 اللي هي كمان مشاركه في تفعيل وزياده عمل فيتامين د. هلا بالنسبه ل فيتامين د موجود من يعني اكثر شيء مهم في مهامه انه بنظم عمل الكلس في داخل الدورة الدموية وداخل الدم، بحافظ انه يصير في عنا جذب للكلس سواء من العظام اللي هو المخزن اللي موجود تاع الكلس، واعطائه تحويله للعضلات، تحويله للأعصاب، تحويله للخلايا، كل الجسم بده كلس بشكل يومي. بس فيتامين د لوحده مش هو اللي بنظم موضوع الكلس في الدورة الدموية، في عنا كمان الغدة الدرقية بتعطي هرمون غير هرمون الثيروكسين، بتعطي هرمون الكالسيتوسين، الكالسيتوسين بيحاول يشيل الكلس من الأوعية الدموية ويطرده ويخفف الضغط عن التكلسات. الغدة الجار درقية اللي هي أربع غدد أو أكثر موجودة خلف الغدة الدرقية، هذه مسؤوليتها إنها تنظم موضوع الكلس في داخل الدورة الدموية. يعني إذا زادت نسبة، إذا قلت نسبة الكلس في هاي الحالة بصير في إفراز أكثر لهرمون الباراثيرود هرمون أو هرمون الجار درقية، لأنه يزيد كمية الكلس الموجودة في داخل الدم. فهي في عنا صار في عنا غدتين وصار في عنا فيتامين د. كمان بدخل على الموضوع فيتامينات كي 2 كي 1 وكي 2. كي 1 وكي 2 المعروف عنها هي فيتامينات التخثر. فيتامينات كي 1 موجودة أكثر شيء في الأوراق الخضراء، في السبانخ، في الكيل، في الكي 1 موجود، والكي 2 موجودات بكثرة في أي شيء مخمر. المخمرات اللي هي الملفوف المخمر مثلا، المخمرات اللي هو السمك المملح المخمر أو بالعامية بنحكي له فسيخ، الفسيخ اللي هو سمك محفوظ في البحر الملح الصخري الخشن، وبعطي الرائحة اللي مش محبذة اللي موجودة في الفسيخ هاي نتيجة التخمرات، بس مدام حطينا عليه ملح إذا ضفنا له كالسيوم وضفنا له صوديوم كمان وضف عشان نعقمه وفوسفور، وهاي كل العناصر مع الملح مع السمك خمرته وطلعت لنا منتوج في فيتامينات بي كلها
الفسيخ فيه كالسيوم، ما هو بناكله في عظامه كمان، كالسيوم ماغنيسيوم وفيتامينات بي، رغم انه من الأطعمة المحبذة لكثير من الأشخاص لأنه غني في كل المواد اللي بدنا إياها، وكمان مدام من الأسماك إذا في نسبة من فيتامين د، يعني مركب طبيعي موجود عندنا. المخمرات اللي هي كمان التوفو، اللي هو خلينا نحكي الفسيخ الياباني، توفو طعمه لا مش مستحب، بس الرائحة تاعته قوية جدا، يعني لسه الفسيخ أهون بكتير من التوفو، ورغم هذا إنه موجود في كل أكلاتهم. وعشان هيك اليابانيين والكوريين بتشوفوا هشاشة العظام عندهم قليلة أول شيء، وبعدين بتشوفوا إنه في عنا الوجه تاعهم بيكون محافظ على شكله، لأنه ما في هشاشة في عظام الوجه وما في انتكاس في عظام الوجه ومفاصل الوجه، فبيظل الوجه تاعهم كويس نتيجة عظام قوية. نرجع لمانعات الامتصاص من لأشعة الشمس. حكينا إنه فترة الظهيرة لما تكون أشعة فوق بنفسجية كفاية من ربع ساعة لثلث ساعة إني أكون معرض لأشعة الشمس، بأي منطقة في جسمي بقدر أعرضها بدون ما أوضع أي شيء. هلا لون الجلد طبعا اذا واحد بده يعرف، هلا طيب كيف بدي اعرف في عندي نقص في فيتامين د ولا لا، بيطلع على لون الجلد، اذا شاف لون الجلد شاحب وابيض وما في التعتيم وطبقة الميلين هاي او اللي بتغمق الجلد، في هاي الحالة في عندنا نقص فيتامين د بدون ما يروح يفحص، وما في داعي للفحص. غير الاعراض التانية من التعب، من الارهاق، من القلق، من الوهن، من الآلام العضلية، من ضيق النفس، من زيادة الرشح وضعف الجهاز المناعي، كلها بيكون فيها مشترك الفيتامين د. نرجع لطبقة الميلين اللي هي أو مادة الميلين اللي بتعطي الجلد اللون، يا إما الأبيض أو ما إلا الغماق، تا يوصل لمرحلة البني الغامق، وهي هذه المادة موجودة لحمايتنا من عملية الزيادة في أشعة الشمس، بحيث ما تكون في ضرر من استقبالها وامتصاصها. كل ما الجلد كان أغمق كل ما كان الامتصاص أقل بكتير من هذه الأشعة. يعني الناس اللي جلدهم غامق بيمتصوا الأشعة تحت الحمراء اللي بتعطي زيادة في الحرارة، بس بصدوا الأشعة الفوق بنفسجية ألتروفايلت بي اللي بتعطي فيتامين د، فبدهم يتعرضوا مش ربع ساعة في هاي الحالة أو تلت ساعة، بدهم يتعرضوا ساعة يحصلوا على نفس النتيجة. الكبار بالسن بصير في عندهم نقص حاد في فيتامين د، ومن الأسباب طبعا ليش بصير أكثر عند الناس الكبار بالسن، اللي هو طبقة الجلد وعدم الامتصاص بشكل أفضل، غير إنه الكبار بالسن ناس تعبانين، ناس بضلهم في البيوت بعيدين عن أشعة الشمس وقليل ما يتعرضوا لأشعة الشمس. نرجع للمصادر، حكينا عن التوفو، المخمرات، الأسماك، السردين، البيض، صفار البيض، الألبان. الألبان يعتبروها من المخمرات، الألبان والأجبان كمان فيها كمية كويسة. ممكن النبات الوحيد اللي هو حرام نعتبره نبات، الفطر أو المشروم، في يوجد في كمية كبيرة من فيتامين د، وفي بعض أنواع الفطريات أو الفطر اللي هو الميتاكي، ميتاكي مشروم، هذا فطر نوعية يابانية بيكون شكلها على بياض شوية، عش الفطر اللي بيكون طالع أو شجيرة الفطر بتكون شكلها على بياض إذا بننظر لها من الأسفل الفطر.
في حال وضعناها الفطر في أشعة الشمس لمدة نصف ساعة بتغير لونها من البياض للصفار، بصير بني. كيف الجلد بتغير لونه؟ الفطر هاد نفس الشيء بغير من لونه مع تعرضه لأشعة الشمس المباشرة، لأنه الفطر هاد بصنع فيتامين د زينا زي الإنسان، وفي مستقبلات فيتامين د وفي مستقبلات للأشعة الفوق بنفسجية، وبيحول الأشعة هذه وبكثر كمية فيتامين د داخله. في الوضع الطبيعي هاي الكمية من الفطر اللي بيكون فيها 400 وحدة من فيتامين د، بس لما أعرضها لأشعة الشمس لمدة نصف ساعة بتزيد أكثر من 40,000 وحدة. 40,000 وحدة، إحنا قاعدين بنشتري 50,000 عشان نأخذها حبة مرة في الأسبوع، بس كمية فطر مشمسة بنحصل عليها على 40,000-50,000 وحدة، وهاي الوحدات تمتص بسهولة والجسم بيستفيد منها، مش زي الوحدات الدوائية اللي هلا بنحكي عن امتصاص بيكون ضعيف ومش كل اللي بناخده بوصل. طيب هلا اذا بدنا الفطر، حكينا انه من العناصر الكويسة اللي موجود فيها فيتامين د مع الفوائد الاخرى الجم اللي موجودة فيه. كيف اخذ فيتامين د؟ وين تاخذه؟ اذا بتاخذه كبسولات، طبعا الجرعه العاديه المسموح فيها في دول في امريكا وكندا من 600 ل 1000 وحدة دوليه من فيتامين د يوميه، هاي حاجتنا اليوميه، وهاي الحبه بتكون موجوده بدون روشيتا او اي وصف الطبيب لانها المينيمو. هلا في ناس باخذوا 1000-5000 في اليوم، فيش اي مشكلة من زيادة الجرعات ولا في اي تأثير جانبي بعد الابحاث على زيادة فيتامين د. هلا بضل الخوف عند كتير من الناس انه اذا اخذ جرعات عالية يصير ممكن يصير عنده، وبنخاف يصير تجمع وتكلسات اكتر في داخل الشرايين وداخل الاوعية الدموية، وهذا اللي وجدوه بعد الابحاث في الشرايين التاجية انه التكلسات اللي بتصير بتكون اكتر بكتير في حال وجود بناخد فيتامين د وما بناخد معه فيتامين كيتو، الفيتامين اللي هو كمان دائب في الشحوم اللي حكينا موجود K1 في كل الخضروات والمخمرات، وK2 موجود في الشحوم نفس الشيء، الشحوم البقر، شحوم الغنم، السمن البلدية، الحليب مليء في فيتامينات K2 لسحب الكالسيوم من الدم وارجاعه لوضعه الطبيعي او مكانه الطبيعي في العظام، ومش تكلساته على الاوعية الدموية والشرايين، وهنا بتزيد امكانية خشونة الشرايين وتصلباتها اكتر بكتير. فلازم ناخذ إذن K2 إذا خايفين على صحة التكلسات، أو اللي خايف إنه يصير في عنا النفرونات أو الكلى يصير فيها أملاح أو يصير فيها ترسبات، لازم في هاي الحالة ياخذ K2 مع فيتامين د 3. شو كمان لازم يتاخذ مع فيتامين د 3؟ طبعا الكالسيوم، إذا واحد بده ياخذ كالسيوم كحبوب أو مكملات هذا غلط كتير انه ياخده مع فيتامين د، لازم الكالسيوم يتاخذ من المصادر الطبيعية، عندنا السمسم، اللحوم، الاسماك، الشوربات، شوربة العظام كله مليئة في الكالسيوم، فما والخضروات مليئة في الكالسيوم، حبوب الشيا مليئة في الكالسيوم، المورينجا مليئة في الكالسيوم، يعني مصادره عديدة. فبس اذا اخذنا الكالسيوم وفيتامين د مع لحالهم في هاي الحاله بتزيد كميه الكلس في داخل الاوعيه الدمويه حتى لو من مصادر غذائيه. فالافضل انه نركز كمان على المغنيسيوم، يعني نعدل مستوى الكالسيوم، فناخذ كمان مغنيسيوم مع الفيتامين د ومع الK2 اذا بدنا نزيد الامتصاص ونفعل افضل ونتجنب
مضاعفات زيادة الكالسيوم في داخل الأوعية الدموية والأنسجة اللي ما بدنا فيها كالسيوم. إذا بدنا ناخذ حبة الفيتامين د بناخذها أفضل شيء على الريق، بس قبل ما ناخذها بناخذها نشرب لنا ملعقة من زيت الزيتون، أو ناخذ لنا أي شيء بسيط خفيف في ذهني، لأن حكينا إنه يذاب في الدهون، في الدهون، فلازم ناخذ دهون وناخذ قبل الأكل اللي عملية الهضم والامتصاص تكون جيدة. وعشان اهضم الحبة هاي اللي اخذها واستقبلها بشكل جيد مع الدهون وتتحمل، في الحال لازم ازيد حمض المعدة شوي. يعني يستحسن اني اشرب كاسة مية مع شوية ليمون قبل ما اكل اخذ الفيتامين د، وبعدين بعد نص ساعة اكل اللي بدي اياه. هلا ممكن هايدي قبل الاكل تتعب المعدة، ففي هاي الحالة باكل شوية شوربة وبعدين باخذ فيتامين د، بيكون اخف على المعدة. بس من ناحية الامتصاص افضل شيء قبل الاكل وقبل ما نشغل المعدة بشغلات تانية. موعد اخذ فيتامين د 3، الموعد طبعا ما دام فيتامين د 3 حيزيد حينشط وحيعطي زيادة للكورتيزول وحيعطي زيادة للهمة وللنشاط، ففي هاي الحالة لازم اخذه في الفترة الصباحية، واصلا هو افضل اكتر شيء موجود في الفترة الصباحية. من الشمس لما تطلع في الفترة الصباحية بيكون يعني بدأ تفعيل الكورتيزول في داخل الجسم، فهي الفترة المناسبة اني اخذ الجرعة. اذا باخذ 1000 اخذها الفترة الصباحية، اذا بدي اخذ مرتين في اليوم وممكن اخذهم مرتين في اليوم، اخر مرة تكون الساعة 4، الساعة 5، الساعة 6 المساء، اللي هذا ما يأثر على موضوع افراز الميلاتونين والخلود للنوم بشكل اسرع وما نضلناش صاحيين. فيتامين د 3 طبعا اذا بدكم تزيدوا من الجرعة هذه حسب الطبيب تاعكم. اذا واحد ما في عنده اي اعراض لاي امراض تانية وبس بده كوقاية، اذا يلتزم في الجرعات اللي محددينها من 400 ل 1000 وحدة دولية، في هذا الرينج كفاية انه ياخذها. هلا نرجع لموضوع الامتصاص. يعني الشمس اللي موجودة واشعة الشمس في كندا وفي امريكا وفي اوروبا من شهر 11 لشهر 2 من كل سنة ما في الاشعة هذه، ما فيها نسبة قليلة جدا من فيها نسبة قليلة جدا من فيتامين د. فهذول الأشخاص يحتم عليهم أنهم يعوضوا هذا الهرمون الرئيسي يوميا من مصادر اللي حكينا عنها، أو ياخذوه كمكملات. يعني حتى لو أخذناه كحبوب أو كمكملات، إذا ما التزمنا في أشعة الشمس ولو ربع ساعة قد ما نقدر نتعرض لأشعة الشمس، ناخذ هالمأكولات هذه الدهنية، في هاي الحالة مش حنستفيد من الحبوب هذه اللي بناخذها. يعني هي الوصفة اني اخذ فيتامين د بدون ما اضطر اغير شوي من هالعادات اللي وصلت لي النقص هاد، بس اني واحد يجي يشكي الخيار الاسرع، اوكي خد هاي 1000 وحدة في اليوم فيتامين د، بس ما شفت انه بتعرض للشمس، باكل دهون، باكل بيض، باكل شحوم، باكل اسماك، وما بستنفذ فيتامين د. طب ليش فيتامين د يستنفذ؟ يعني ليش ممكن نخلص المخزون تاعنا بسرعه؟ ما دام في عندنا مخزون ممكن نخزن لمده 6 شهور واكثر. الضغط النفسي، تصنيع اكثر من اللازم للكورتيزول وهرمونات الضغط النفسي بيستنفذ الفيتامين د. السكر والحلويات كلها بكل انواعها بتستنفذ فيتامين د. عدم النوم والارهاق في فترة الليل بيستنفذ فيتامين د. عدم ان نصحى بدري في الفترات الصباحية ونضلنا نايمين بدون ما نتعرض حتى لأي إضاءة
ونضلنا مسكرين عينينا وزيد الميلاتونين عندنا، هذا حيستنفذ فيتامين د. كل هالالتهابات الموجودة في جسمنا وهالفيروسات اللي بنتعرض لها والرشح اللي بنتعرض له بنهك الفائض أو الموجود من فيتامين د، لأنه حكينا ضروري للجهاز المناعي وإنه يخلي مناعتنا قوية لمكافحة كل الأمراض. فالمصادر لنقصه حتى لو كان موجود كتير، فهذه نخفف منها ونوقفها ونحاول ان نزيده. هلا في بعض الوصفات كمان المدعمة لفيتامين د، هي ما فيها فيتامين د، زي وصفة مثلا التين المجفف مع زيت الزيتون البكر المعصور على البارد، اني اجيب مرتبان من الزجاج واقطع التين واضيف له زيت الزيتون. طبعا التين في مغنيسيوم، وهنا حكينا انه فيتامين د بده مغنيسيوم، في بوتاسيوم، في كالس بكمية كبيرة، وفي الياف، وفي تنشيط للجهاز الهضمي، والزيتون شحوم حتسرع من عمل فيتامين د، وحتنشط من عمل الجهاز الهضمي والكولون، والامتصاص تاع فيتامين د بيكون افضل من هاي الحبوب اللي بدنا ناخذها، وتفعيل فيتامين د في الكبد وفي الكلى وفي الرئتين بيكون اكثر. تفعيل فيتامين د في الرئتين ضروري جدا، الجهاز التنفسي لتفعيل وتصنيع فيتامين د. الرئتين ما بتصنع، وحركة الهواء هاي اللي بتمر من سواء من الأنف وبتنزل شهيق وزفير، إذا بنتنفس من الأنف، ما هذه الوسيلة لإنتاج النيتريك أوكسيد، هاي أول غاز ينتج بس بحركة الهواء، وحركة الهواء الميكانيكية هذه في داخل الحويصلات الهوائية اللي هي عددها من 27 مليون ل 100 مليون حويصلة هوائية، يعني تقريبا الرئتين نفس مبدأ الكلية، الكلى مليون نفرون على اليمين ومليون نفرون وحدة تصفي على الشمال. وحدة تصفي مش بس عشان تصفي الدم، كمان عشان تصنع فيتامين د. ونفس المبدأ الرئتين في التنفس والتمارين التنفسية والحركات التنفسية اللي بنحكي لكم عنها، والتنفس عن طريق الأنف والخروج في الفترة الصباحية وعمل التمارين الصباحية تحت الشمس وتحت الهواء الطلق، هذا أساسي في تفعيل فيتامين د. أشعة الشمس لوحدها كانت تستخدم في العشرينات والثلاثينيات كوسيلة وحيدة للعلاج في حالات الأزمة، حالات الالتهابات الرئوية، بس عرضوا الناس لأشعة الشمس كل يوم ساعة ساعتين اللي يقتلوا البكتيريا ويزيدوا فيتامين د 3 ويعقموا ويعطونا الميلاتونين، بس ميلاتونين مختلف عن الميلاتونين اللي بيفرز من الغدة الصنوبرية وبيخلينا ننام. ميلاتونين يفرز من كل خلايا الجسم، وهذا الميلاتونين كمضاد أكسدي قوي، يعني بيعمل على كبح الالتهابات ده على مستوى الأفران الطاقة في داخل الخلية اللي هو الميلاتونين. والميلاتونين يفرز من الأشعة تحت الحمراء اللي بتيجي كمان من الشمس، اللي هو موعدها أكتر شيء بيكون يا فترة الصباح الباكر بتعطينا ميلاتونين الأشعة الحمراء هذه مع الفجر، والوقت الغروب أثناء غروب الشمس كمان بتعطينا الأشعة الحمراء هذه ميلاتونين. ميلاتونين كابح مضاد للأكسدة، والموجات تحت الحمراء موجات قصيرة، يعني يمكن إنها تدخل بشكل أفضل حتى تخترق الملابس، مش مشكلة الزجاج بتخترق والأشعة تحت الحمراء، وبتدخل لحد 4-5 سنتي داخل الخلايا، يعني على عمق كبير الالترا فايلت قلنا لحد نص سنتي اقصى حد لامتصاصها من الجلد. الانفراريد بتدخل اعمق كمضاد للاكسدة، مضاد للالتهاب، مضاد وبعطي طاقة في داخل الخلايا. التين
مع زيت الزيتون، والتمر مع زيت الزيتون، ومع حبوب الرشاد، ومع السمسم. هذا عشان المغنيسيوم وعشان الكالسيوم والمدعمات اللي بتسرع من إنتاج وتفعيل فيتامين د 3. إننا ناخذه ويكون متوفر هذا الشيء زي هرمونات الغدة الدرقية التي 4. والفعال من الفيتامين د طبعا لتفعيله حكينا لازم الشمس وأشعة الشمس تنزل على الجلد، تفعله تحت الجلد من هالكوليسترول، الكوليسترول هاي والمادة المفعلة تروح على الكبد تحول لشيء تاني، وبعدها تروح على الكلية وتروح على الرئتين لإنتاج الفيتامين د 3 اللي هو الفيتامين الفعال اللي جاهز للمستقبلات اللي منتشرة إنه يعطي مفعوله. هذا بالنسبة لبعض المعلومات لفيتامين د، إن شاء الله تكون تنفعكم وتأخذوها بعين الاعتبار إذا بدكم تأخذوا هالفيتامين، ولازم تأخذوه لأنه كل ما بالنا قاعدين الظروف بتضطرنا إننا سواء بخاطرنا أو غصب عنا إن ما نتعرض لأشعة الشمس. فاللي في الملاجئ، اللي في الخنادق، اللي بحالة نفسية سيئة، اللي قاعد في وساكن في زي حالاتنا في كندا وأمريكا وأوروبا اللي ما بيشوفوا الشمس بشكل كبير، اللي عاجز إنه يتحرك ويطلع خارج البيت نتيجة مرض تاني، فنقص هذا الفيتامين والهرمون الحساس حيؤدي لكثير من المضاعفات. فنحاول كل جهدنا إن نعوض النقص، وإن لأنه الأعراض مميتة لنقص فيتامين د، ونحافظ إنه ما نستهلكه وناخذ المدعمات من فيتامينات تانية ومن وصفات تانية اللي هي تزيده وتدعمه لفيتامين د، ونكون حذرين من أخذ الوحدات العالية. هاي نصيحة شخصية، إذا بدي أخذ 50,000 أنا بتوقع إنه هذا مش حيجيب نتيجة وحيكون مضر لأي شخص. أفضل شيء إني أخذ وحدات بسيطة مثلا كل يوم 1,000 وحدة، وأخذها زي ما حكينا بالترتيب يعني قبل الأكل أو بعد شغلات بسيطة والفترة الصباحية، وأخذ معها المغنيسيوم وأخذ معها فيتامين K2، وهذه بتكون يوميا بتفي من احتياجاتي اليومية. وأبقى عارف إنه يوميا لما أخذ الحبة لازم أطلع أتشمس شوي، لازم أتحرك شوي، لازم أعمل تمارين تنفسية اللي تجيب نتيجة أفضل هذه الحبة، مش إنه أخذها وأفقدها وامتص منها بجوز 10-20% وما استفدش، وأركن إنه أخذ حبة مرة في الأسبوع. يتصوروا أدخل مرة في الأسبوع 50,000 وحدة، لا في مستقبلات في المعدة ممكن تستقبلها أو تقدر تهضم الكمية الكبيرة هذه، ولا بلحق القولون والأمعاء الدقيقة على استقبال العدد الهائل هذا اللي جاي زي الطوفان. وجود فيتامين د بالكمية الكبيرة هذه مرة واحدة في داخل الدورة الدموية، وما بعرف شو موجود كمان في داخل الدورة الدموية من كلس أو من التهابات تانية أو شغلات ممكن تزيد من فاعليته لفيتامين د، وهون ممكن يصير في عندي مشاكل وحصاوي في الكلى أو مشاكل الكلى هي الأساسي. فأي واحد عنده مشكلة في الكلاوي وعنده اضطرابات معينة هذا بده يكون أكثر شخص حذر جدا إنه يأخذ أي شيء خارجي، أعشاب، مكملات، مسكنات، أي شيء. هو مريض الكلى، مريض الكلى ومريض الكبد بالدرجة الثانية. أصلا إذا كان عندي مشكلة في الكلى ومشكلة في الكبد وأخذت قد ما بدي منها من فيتامين د، هيك مش حيفعل للفيتامين الفعال اللي هو دال 3، وحيكون عبء على الكلى تاعتي وعلى الكبد ونشغله بطريقة سيئة أكثر. شكرا لكم، تحياتي لكم. أي واحد عنده أي سؤال يكتب في التعليقات، وبنرجع لكم في حلقات ثانية إن شاء الله. سلامات.